عندنا الدكه مش زي اه وجوده طبعا اللي بيغيب. يعني مثلا طارق حامد هيغيب بالماتش اللي جاي، امام اه عاشور كان غايب الماتش ده، كل اللي قبليه الماتشات لازم اوباما، عندك اللي قبليه واحد محمود علاء، اللي قبليه اشرف بن شرقي، كل شويه ويقول لك التحكيم. يعني التحكيم بسم الله ما شاء الله بيدونا شويه انذارات حلوه وايقافات وطرد وكله تمام، وعندنا مشكله يعني. التحكيم مشكلة على الزمالك دايما، مشكلة على الزمالك دايما، يعني في ألعاب ما بيراجعهاش. يعني عايز أقول على حاجة، بتاعت عمر السعيد امبارح الكورة بتاعت اللي هي كرة الهدف، اللي هي الكرة الثابتة الفاول اللي بره منطقة الجزاء، لو راجع اللي قاعد على الفار، لو راجع الكورة دي من أولها كانت فاول للزمالك، اللي هي انهي واحدة؟ اللي هي اللي اتحسبت فاول على الزمالك على حدود المنطقة وعملت حيطة واتشاتت. اه لو رجعت من بدايتها هتلاقي فيها فاول للزمالك. موافقك، بس قانونا الفار ما يراجعهاش، لان بتعتبر الفاول لعبه جديده، والفاول ما انت مش ضامن انها مش هتخش جون. طب هو ما حسبش ليه؟ ما حسبهاش ليه اه اصلا؟ يعني هي كانت اوريدي فاول، في ما الفاول في حسبهاش الاساس يعني، محمود ما البنا حسب يعني. يعني في النهاية اه بس هي ما الفار ملوش علاقه يعني، الفار في ايا كان. انا لان بكلم، الفاول لما بتحسبه على ال 18 ما بتبقاش عارف لا انه المفروض يا هيتسبب في كابتن جون، خالد بيعتبر لعبه جديده. والله الحكام بيطلعوا يقولوا لنا ان الفار لما بيبقى في هدف براجعه من اول اللعبه. ايوه ده اول لعبه، اما طيب تكون ما انت ما رجعتش لا ليه من اما اول تكون اللعبه؟ اللعبه مكتمله. يعني ايه مكتمله؟ يعني في فاول وبعد كده اللعبه كملت وراح جايب جون، لكن لو في فاول انت بتدافع واللعبه عن بقت الحكام يا فاول. كابتن خالد؟ لا انت لا فهمت لا لا قصدي يا انا عمرو؟ لا لا والله لا 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 انت بتدافع عن الحكام يا كابتن لا لا خالد. لا بكلمك على الفار. اصل لو في فاول وبعد كده الكره اتحسبت فاول بعديها وبعد كده جت هنبدأ جون، ما من يجعش بداية الفاول الكورة. اللي قبليه، ما ينفعش. لكن لو الكره مكتمله ماشيه يعني كره فاول بعد كده اكتملت، فيروح راجع من اللعبه من اولها يلاقي فاول أنا يحسب فاهم فاول. فاهم، بس عايز أقول لحضرتك يعني بقول لك كان في فاول قبلها للزمالك، والله ما هو ده تحكيم. تخيل ما حدش خد باله يا محدش جماعه، لو عندنا اللعبه دي هاتوها لي يعني، ما هو ده تحكيم في اللي هي النهاية، قبل الفاول اللي جاي. عدت ومحدش خد باله. اه ما هو ده برضو، ما هو ويقول لك في الآخر إيه، أصل الحكام بيحابوا الحكام بيذبحوا الزمالك. اه يعني الحكام فعلا بيذبحوا الزمالك ليه ده ومحدش محسوب له بيتكلم. 8 ضربات جزاء في 18 ماتش؟ يعني مثلا موضوع ضربات الجزاء ده، اه انت واخد 7 ضربات جزاء في 18 ماتش، 8 دلوقتي، 8 8 دلوقتي، اه 8 8 ضربات. اه طب المنافس واخد كام؟ 6 في 14. طيب يبقى مين الاكتر؟ يعني 6 في 14 اكتر من، يعني يعني انت فاهم؟ طبعا 8 اكتر، بس هو بنسبة نسبة الماتشات يعني في وتناسب، انا اربع بتكلم على ماتشات نسبة زيادة وتناسب. لسه للنادي الاهلي نسبة هيلعبهم وتناسب يعني. اه حتى الان، لا الاهلي محسوب له اكتر، ومع هذا ما حدش بيتكلم. في النهاية احنا ما بنتكلمش ليه يا كابتن خالد؟ لان هو ضربة الجزاء، ما هو خطأ حصل انا بقول لك فبيتحسب. هو اهم حاجه صحه الضربه اهو وعدم كده، ده اللي وعدم انا بتكلم صحتها، فيه. ده الكلام فيه. لكن ما تكون عليها لكن ضربه جزاء. اتحسب عليها وما اتحسبش، ايه المشكلة؟ اه المهم في خطأ ولا ما فيش خطأ؟ لا ده الادهى من كده بقى، ما تكون عليا ضربه جزاء وما تتحسبش. يعني ما تكون انا عليا ضربه جزاء وما لا تتحسبش، ده ما حدش يعني بيذكرها دي. ده موجود كتير جدا، يعني ما احنا قاعدين بنتفرج على الدوري، موجود كتير جدا ومحدش بيعلق.